فإذا هلأ رح نفوت بتفصيل أكتر عن دراسة الجدوى لرواد الأعمال وليش بنعملها أو ليه لازم نعملها مع الميزانية. هودي دراسات مبدئية لازم تنعمل ببداية كل مشروع. ليه؟ كرمال أعرف إذا مشروعي مجدي، بقدر طبقه، مجدي من الناحية المادية، عندي فلوس بتكفيني، رح ينتج لي فلوس بتكفيني to sustain هيدا البزنس لحتى يستدام هيدا البزنس اللي أنا عم بشتغل فيه. وهي دراسة مبدئية بتنعمل ببداية المشروع، ونحن بمرحلة التفكير بالمشروع قبل ما بلش أصرف عليه مصاري وقبل ما بلش أتكلف عليه من وقتي من مجهودي ومن فلوسي. وهي بتعتمد بشكل كتير كبير على التوقعات، يعني أنا بدي أتوقع شو ممكن أنا بيع من هلأ لسنة لسنتين أو لثلاث سنين أو حتى لخمس سنين. دراسات الجدوى بتنعمل أوقات حسب نوع البزنس لخمس سنين لقدام، لشوف هيدا البزنس قدي ممكن يطلع لي ريفينيو أو يطلع لي فلوس، وخاصة إذا أنا كنت أرباح، خاصة إذا أنا كنت عم فتش على ناس تستثمر بهذا المشروع. فكتير مهم إنه أنا يكون في عندي دراسات لقدام لفترة طويلة. شو هو البادجت؟ البادجت هو عبارة عن عملية أنا بقدر بعمل فيها خطة لقدام، أعرف شو بدي أصرف، شو هي مصاريفي لهذا المشروع. ومن هون بعرف أنا مصاريفي طلعوا 20,000 دولار، عندي 20,000 دولار لحتى أصرف على هذا المشروع، ما عندي يمكن المصريات الخاص، عندي حدا بده يساعدني من عائلتي، عندي بنك بده يعطيني قرض، أو عندي مستثمر بده يستثمر بالبزنس تبعي. في حال أوكي الفلوس أو المصاري to start the business موجودين، then I go ahead. في حال لا، بدي أرجع أفكر هذا المشروع رح يكلفني أكتر من قدرتي المادية اللي عم أتحمل، بدي أرجع أفكر بالمشروع، يا أما بدي غيره يا أما بدي أخفف شوي من المصاريف اللي أنا عم بحكي فيها بطريقة رح نفوت فيها بعدين بالتفاصيل أكتر وقت نجي نحكي عن الريفينيوز أو عن الإكسبنسز تبع المشروع. أيمتى بعمل هيدي الدراسة؟ مثل ما حكينا قبل، بعملها ببداية مشروعي قبل ما بلش أتكلف عليه من وقتي ومن مجهودي ومن مصرياتي لحتى أعرف أنه غير مجدي، بوقف، ما بكون فت بخسارة مصاري ووقت ومجهود وأعمل أناليسز، إنما هو إذا كان مجدي فمن هنيك أنا بقرر أنه كمل البزنس تبعي، خاصة وإذا كان أنه ستارت أب ماني نيدد موجودين معي. شو دور الفيزيبيليتي اناليسيس؟ رح نفوت اكثر على هيدا السلايد. بالفيزيبيليتي اناليسيس انا بيكون عندي فكره بالبدايه، مثل ما قلنا عم مصرف وقت ومجهود وموارد على هيدا الفكره لحتى نفذها، بدي اعمل هيدي الدراسات او هني هودي الكومبوننتس تبع الفيزيبيليتي اناليسيس. برودكت سيرفيس فيزيبيليتي، هل المنتج تبعي او الخدمه اللي بدي اقدمها مطلوب؟ هل هو مجدي؟ هل السوق تبعي موجود؟ في حاجة لهالمنتج أو للخدمة اللي عم بقدمها؟ هل أنا بقدر فوت أخذ ماركت شير أو حصة بهيدا السوق؟ برجع بفوت انترنالي، هل أنا المؤسسة تبعي أو التيم تبعي كفوق عنده المهارات وعنده المعارف اللازمة وعنده خبرة بهيدا المجال اللي أنا بدي أفتح فيه البزنس؟ بعدين افوت على الفاينانشال فيزيبيليتي، هل عندي الموارد الماليه اللازمه لحتى انا افوت بهذا البزنس؟ هل في حدا بده يساعدني؟ في حال كانوا يس ذن اوكي اي بروسيد وذ ذا بزنس، في حال كان وحده منهم نو ذن انا بدي ارجع عيد التفكير بالبزنس ايديا تبعي، بلكي فوت ببزنس ايديا تاني او بحاول حل المشكله اللي عم حلها ببزنس تاني ما بيكلفني هالتكاليف او الفيزيبيليتي تبعه رح تكون اوكي على الاربع كومبوننتس تبعه. الاربع كومبوننتس حكينا فيهم البرودكت، المنتج او الخدمه اللي انا عم بقدمها، السوق تبعي بدي اشوف اذا هو مجدي وهل انا بقدر اجذب الناس لحتى تجي تشتري المنتج تبعي بالسوق، هل انا عندي تيم إداري بيقدر هو يكون عم بيدير البزنس كله من غير بحاجة لحتى أجيب أكسبرتس وكلفني مصاري زيادة، هل أنا الفاينانشال فيزيبيليتي تبعي عندي مصاري بتكفيني لأسس هيدا البزنس، بقدر أقارن قدي بدها تكلفني هيدا البزنس من خلال السيرفيز اللي أنتوا عم تشتغلوها، بتروحوا بتشوفوا الكمبيتيتورز أو سيميلر بزنسز تبعكم. مش غلط إذا رحنا وكنا صريحين معهم إنه نحنا عم نحاول نأسس بزنس شبيه بالبزنس تبعكم، فينا نعرف
كيف البروسيس، شو التحديات اللي واجهتكم، مثل انترفيو صغيرة مع صاحب البزنس أو مع حدا موجود وهو قابل انه هو يساعدنا. في حال لقينا في رفض لانه حيحسونا انه نحن competitors او منافسين لهم، فينا نشوف حدا تاني وحدا تالت، او فينا نعمل اونلاين سيرفي نعرف هن كيف بيبيعوا او اذا هن كاتبين عنهم شو التحديات اللي واجهتهم وشو عملوا لحتى واجهوا هيدي التحديات وحلوا مشاكلهم، او risk mitigation plan تبعهم كيف كانت. وكثير مهم اذا قدرنا ناخد interview face to face مع هول الاشخاص وشفناهم وعرفنا هني كيف حلوا المشاكل واجهوها، مش لحتى ما تواجهنا، حيواجهنا مشاكل بس حتى نعرف يكون عندنا بلان كيف نحل هيدي المشاكل في حال واجهتها. رح نفوت بتفصيل اكثر عن البادجيتينج وعن الفاينانشال فيزيبيليتي بالكورسز او بالسيشنز اللي جايين. سي يو.